خطة كويس ورا حارس المرمى. عندي احساس ان حارس المرمى سفوريني حارس مرمى قليل ورأسية جميلة جوه الجول. يا عيني يا عيني يا عيني هي جنب يا جماعة. هدف رائع جدا جدا عن طريق اللاعب جالو 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 جالو. هو عثمان هو عثمان جالو يعلن عن اول هدف اللقاء. يا سلام على الفرحة الجنبية. رأسة كمان ايه على طريقة المتعة والجمال والثارة. هدف رائع جدا وجالو يجعل منتخب جامبيا في المنافسة. عملوها جميلة جملة من ركنية. شوف الكرات الثابتة يا جماعة شوف الجملة جوه جول. يا ولد يا ولد حلوة حلوة الحقيقة. عملوها كويس عملوا كورنر قصير عملوا يعني الشورت كورنرز عملوه كويس واتلعبت على طول عرضية ثم رأسية جالو في نفس التوقيت والأوان في نفس الزمان الكندي في مدينة تورنتو وتحديدا في مدينة المعارض هنا والمدينة الجميلة جدا الكندية الحقيقة وحضور وسجد شكر لدى لاعبي منتخب جامبيا بهدف